السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كون تكونوا بخير وعلى خير بافضل الاحوال ان شاء الله. السلام عليكم في حرمين ما مشجانت مليح شاني تمني غاتيرين مليح ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله البنات نشارك معكم تحليه ديال الفلان في الفران، كتجي زوينه بزاف وبنينه، نتمنى تجربوها وتردوا عليا كي جاتكم وتكتبوا لي في لي كومونتير. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، المقادير اللي غادي نحتاجو كيف ما كتشوفوا هنا: البيض، 4 البيضات، 300 مليلتر ديال الحليب، وهنا علبة ديال الحليب المكثف المحلى، جوج ديال الباكيات ديال باراديلفياج وبالكريمي، وهنا عندي النكهة ديال الفاني سائل، وهنا عندي السيرو ديال الكراميل. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة غادي ناخد إناء فاش غادي نخلط، وغادي ندير فيه ديال غادي ندير فيه الجبن الكريمي 180 غرام، يعني جوج 360 غرام، هنايا البنات غادي نضربهم الطراب الكهربائي حتى نطلق هذاك الجبن الكريمي. ومن بعد البنات غادي نضيف عليه اول بيضه وغادي نخلط، وغنضيف البيضه الثانيه ونخلط، والثالثه ونخلط، والرابعه ونخلط، يعني كل بيضه تربوها ماشي غادي تخويهم كاملين في خطره واحده. المهم ندير هاد البيض ونرجع لكم، بقاو معايا لتمات الفيديو. وهنايا البنات من بعد ما تخلط لي الخليط مزيان، غادي ناخذ هنا الحليب المكثف المحلى ديال نيستلي، وغادي نكب غير القياس اللي غادي نبغي، يعني ما حلو بزاف ما مسوس، وانتم لكم الاختيار كيف ما بغيتوه يجي، يا حلو يا ما حلوش بزاف، نتوما اللي غتحكموا في الكميه اللي باغين ديروا. مهم هنايا ما كاينش عنده كميه، يعني كميه نتوما اللي كتحكموا فيها. هنا البنات غادي نضيف 300 مليلتر ديال الحليب، والحليب يكون كامل الدسم، غادي نطربهم هنا مزيان. ومن بعد البنات غادي نضيف عليهم النكهة ديال الفانيلا، هنا غادي ندير جوج ديال المعالق عامرين ديال الفانيلا، معلقات صغار. وهنا يا البنات غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وهنا يا البنات من بعد ما خلطت الخليط مزيان، هنا هاد الكشكوشه اللي كتكون زايده غنحيدها بالمعلقه بحال هكا باش ما تضيع ليناش الفلو ديالنا. ومن بعد البنات كيف ما كتشوفوا هنا، غادي ناخذ صينيه اللي غادي ندخل في الفران اللي غندير فيها الفلون، كندير فيها هذا الكراميل عفوا، تقدروا تصابوه في الدار وتقدروا تشريوه جاهز. غادي ندير واحد الكميه اللي تكون كافيه للفلون ديالي، وانتم على حساب الحجم اللي عندكم ديال الصينيه اولا المول اللي غادي ديروا فيه. المهم البنات من بعد البنات غادي ناخذ نخوي داك الخليط هنا في الصينيه، وغادي ناخذ صينيه كبيره غادي ندير فيها المطايب
غادي نحط فيها هاد الصينيه، غادي تشوفوا المراحل دابا في الفيديو، وغادي نخوي فيها المطايب وغادي ندخلها للفران على درجه الحراره ديال 150 درجه الحراره، والدقيقه غادي نديروها 35 دقيقه وغادي نطفيو عليها. المهم البنات، انا كنت هنا وجدتها قبل وخليتها تبرد 4 سوايع وخرجتها، يعني هادشي اللي غادي تشوفوا من بعد ما طيبتها وساليت ودخلتها للثلاجه 4 سوايع باش نقدمها معكم. فكيف ما كتشوفوا هنا يا البنات، هنا من بعد ما طيبتها وساليت ودخلتها للثلاجه 4 سوايع كانت داخله، هنا من بعد البنات خرجتها. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف وكتجي الشكل ديالها راقي وزوين. تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا بالكريم، بالشوكولات من الفوق، بحال الخطوطه، ولا باي ديكور بغيتوا تسوقوه بها تسوقوه. انا اكتفيت برقائق اللوز، هما اللي درت من الفوق من واحد جهه وجهه اخرى، حاولت ما نلصقهمش مع بعضياتهم باش نعطيو واحد ديزاين زوين. المهم هكا البنات كنكون وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى يكون نال اعجابكم، نتمنى تجربوها، كتجي لذيذه بزاف وكتجي تحليه بارده زوينه بالنسبه للضياف الى جاوا على غفله. المهم البنات نتمنى تجربوها وتكتبوا لي لي كومونتير، تهلاو في ريوسكم، وموعدنا ان شاء الله مع فيديو جاي وفيديو جديد. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم، ومع السلامه.